حركة الاقتصاد الموجودة هو عن طريق الزراعة. ففي مزارع كتيرة جدا موجودة في سيناء في القطاع الأوسطي بتبقى الدخول للأسواق المصرية، أو من الناحية التانية بالراجع بتبقى برضو عن طريق أنفاق إسماعيلية. بالنسبة للسويس يخدم على السياحة طبعا عشان خاطر جنوب سيناء، وفي نفس الوقت حركة التعدين بدأت تتحرك دلوقتي في جنوب السويس، فبالتالي بقت بتخدم على النوع ده برضو من الاقتصاد. تمام، هو ده يعتبر الميجور الرئيسي. بعد ما خلصنا المنطقة الأمنية بيقابلنا هنا دلوقتي حمول النفق، عبارة عن نفقين، نفق اتجاه النفق بنسميه النفق الجنوبي، ده بياخدنا من الغرب ويودينا للشرق. قطر النفق 12.7 لتر، بيقابلنا فيه أنظمة مراقبة متمثلة في كاميرات المراقبة، الكاميرات دي بتتحرك 360 درجة في جميع الاتجاهات. معانا كل 100 متر في كاميرا، معانا عساكر حريق كل 50 متر في عسكري حريق للمكافحة، نظام التهوية نظام الكمبيوتر فنتليشن اللي هو بيسحب العوادم كلها ويخليها تطلع من الناحية التانية. معانا أنظمة تانية للمراقبة اللي هي أنظمة الرادار. أنظمة الرادار هو طبعا هاي تكنولوجي سيستم معتمد على إن لو يحصل أي أوبجكت يقف أو حاجة تقع أو أشخاص بيتحركوا بيوجه الكاميرات على المشكلة دي. وده نظام الكنترول سيستم اللي هو بيبتدي يتابعه التشغيل عندنا. لو حضرتك لاحظت هتلاقي دلوقتي حضرتك نازل النفق، وبعد كده هتلاقي نفسك طالع، وبعد كده هتتفاجئ ان انت نازل تاني، وبعد كده هتطلع بعد كده في سيناء. يعني مع اتجاه حركة الضوء هتلاقي النفق بيعمل حرف W. ايه فكرة حرف W؟ لان احنا عندنا في اسماعيلية ازدواج للقناة، عندنا القناة الجديدة والقناة القديمة، فبالتالي تكنيكال هو لازم ينزل ويطلع، ينزل ويطلع تاني عشان خاطر ينزل تحت القناة الأولانية وبعدين ينزل تحت القناة التانية. حتى ممكن يقول طب احنا ليه ما بننزلش ونطلع على طول؟ سوري عشان عمق الغاطس ولا عشان هو عشان عمق الغاطس، بس هو كان ممكن ينزل مرة واحدة.